أول القراء هو نافع بن أبي نعيم المدني، وهو إمام القراء بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معدن العلم ومهبط الوحي. نافع بن أبي نعيم له انفرادات ممن انفرد به كما ذكرت قبل. قرأ قول الله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وله راويان، وهما له رواة كثير، ولكن أشهر رواته هو قالون، وهو ربيبه، صاحب نافعا 20 سنة. والراوي الثاني هو ورش. فورش وقالون قرأ معا على نافع، لكنهما اختلفا في حروف كثيرة. وسبب ذلك هي أن نافعا رحمه الله قرأ على 70 من التابعين بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هؤلاء 70 يختلفون في قراءاتهم وفيما رووه عن شيوخهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلعل قالون قرأ بما لم يقرأ به، قرأ على نافع بما لم يقرأ به ورش عن نافع. فمثلا عندنا قالون ممن فرد به أنه يقرأ لا تعدوا في السبت، يقرأها بالاختلاس، والاختلاس هو الإسراع عند النطق الإسراع بالحركة عند النطق بها حتى يظن السامع أنك أسكنتها. ومن ثم روي عن قالون، روي عنه الإسكان في هذا الحرف، وروي عنه الاختلاس، لا تعدوا ولا تعدوا، هكذا بإسراع النطق بالفتحة، يسمى هذا اختلاسا. هذا ممن فرد به قالون عن باقي الرواة والقراء. وورش هو أحد رواة قراءة نافع بن أبي نعيم المدني، وورش له انفرادات. مثلا ورش ممن فرد به انفرد بمد البدل: إن الذين آمنوا، انفرد بمذاهب في باب الراءات وفي باب اللامات. هو له مذهب خاص في تغليظ اللامات وفي باب الراءات. القارئ وورش له طرق، وأشهر طرقه طريق عبد الصمد وطريق الأصبهاني وطريق الأزرق. وأشهر هذه الطرق هو طريق أبي يعقوب الأزرق، وبه يقرأ المغاربة، وهو مصري، وورش مصري. نعم قرأ على نافع المدني، أنه رحل إليه من مصر إلى المدينة، قرأ عليه ثم قفل راجعا إلى بلده للقراءة وللإقراء، وثم قرأ عليه أبو يعقوب الأزرق.